المرض الذي لا دواء له يعني؟ وما فيش مرض لا دواء له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وحديث ثاني برضو صحيح في السنن: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله. فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله. يعني من الخطأ أن نقول إيه؟ يعني هذا المرض لا علاج له، لا، أو لا دواء له، لا، قل لم يتوصل إلى علاجه، يعني لم يكتشف علماء الطب علاجا له. يعني في الأول كان السرطان لا علاج له، أصبح له علاج. الكبد كان لا علاج له، أصبح له علاج. الفشل الكلوي كان لا علاج له، أصبح له إيه؟ علاج. وهكذا الزمن بيبين هذا. يبقى علمه من علمه وجهله من جهله. لكن المرض لا ينقص عمرا، ولا الصحة تزيد العمر. يعني زي ما قالوا: كم صحيح من غير سقم رأينا ذهبت نفسه الشريفة فلتة. صحيح وقوي ويموت بالسكتة القلبية وهو جالس. ومريض يمكس 40 عاما وهو مريض حتى يأتيه الأجل. سيدنا خالد بن الوليد قال: يعني ما تركت حربا إلا وخضتها، وليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. واحد يخش أول معركة يقتل شهيد، سهم واحد بس، سهم واحد ويقتل شهيد. وشوف جسد سيدنا خالد تخرق من 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 من, من الضرب والطعن، وهو يموت على فراشه كما يموت البعير. لهكذا أراده الله. فواحد عاد إيه من الصحابة سمع حديثا سيدنا حذيفة رضي الله عنه، قال له: أبشر يا خالد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تمنى الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الأبرار وإن مات على فراشه. شوف بالشرح: من تمنى الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الأبرار، يعني الشهداء، وإن مات على. قال: قرت عين خالد بهذا، لأنه ده ما نواش الشهادة، ده هو دخل في الشهادة مرات لينال الشهادة، دخل في يعني قتال لا حصر له لمراته، وأخيرا مات إيه؟ على فراشه. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدد الأسباب والموت واحد. لازم الإنسان يوقن بهذا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني الإنسان ما يقولش مثلا فلان مثلا لو لم يقتل لعاش مثلا، لا، عندنا احنا في عقيدة أهل السنة: وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. لأن بعض الجهلاء يقول لك: المقتول له أجلان، إن لم يقتل لعاش. لا لا لا، لأنه ده معارض للقرآن: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهنا طبعا الحكم الشرعي هو ما جاء عن الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به إما أن يكون بطلب أو إذن، أي بأن يطلب فيه طلبا أو بأن يأذن فيه ويبيحه، يعني من غير وضع على ذلك بدليل مقابله، ويسمى هذا القسم خطاب التكليف. خطاب التكليف ده طلب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي إما واجبة وإما مندوبة. الصلاة فيها الواجب وفيها المسنون وفيها المندوب أو المستحب، والزكاة واجبة والصدقة مستحبة، وكذا الأطعمة والأشربة طبعا إما مباحة وإما محرمة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الخمر مثلا القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني لا تقربوا منه، مجرد الاقتراب يعني دي أشد من التحريم، كلمة الاجتناب دي أشد من التحريم. ولذلك لعن في الخمر كام؟ 10، ده كله عشان الاجتناب. حتى المائدة التي يشرب عليها لا يجوز الجلوس عليها، حتى ولو لم تشرب، حتى ولو كنت صائما لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وشوف لعن الله في الخمر 10، لعن الله الخمر وبائعها وشاريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وساقيها، كل هؤلاء 10 ملعونون عشان الاجتناب. سيدنا عمر جابوا له واحد صائم وجالس مع شربة الخمر، قال ابدأوا به، فإن الله قال إنكم إذا مثلهم، اللي يجلس مع الظلمة والمجرمين ويرضى بفعلهم ربنا حكم عليه بالمثلية، مش قال كده؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز استدل بهذه الآية، لأنه بعض الناس الآن يقول لك الخمر مش حرام، ليه؟ عشان ربنا ما قالش حرمت عليكم الخمر، قال فاجتنبوه، بس اجتنبوه يعني بعد عنه خلاص، لكن ممكن تشرب وترجع. يعني هذا كلام الجهلاء، هذا كلام الجهلاء الذين لا يفهمون شيئا في اللغة العربية. شوف زي ما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولذلك حرم النظرة والابتسامة في وجه المرأة والكلام، لأنه قالوا هي نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنين يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم، يعني حرم الوسيلة اللي توصل للزنا. شوف ازاي، يعني في كلمة فاجتنبوه وكلمة ولا تقربوا أشد من حرمت. لا، الزنا أشد، يعني هي الخمر أم الخبائث، يعني لأنه يعني من شربها قتل وزنى وفعل كل شيء،
لكن طبعا اسم الزنا طبعا اشد من اسم شرب الخمر يعني، لان ده يتعلق بذات الشخص، الشرب يتعلق بذات الشخص، لكن الزنا طبعا تعدي على عرض الغير فهو اشد في حقوق العباد. نعم، ما هو ربنا ذكر المغفرة لما ذكر في صفات عباد الرحمن، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فذكر توبة القاتل وتوبة الزاني، لما قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ها؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى ده دليل على قبول توبة الزاني والقاتل سبحانه وتعالى. وإما أن يكون الخطاب بوضع أي بنصب أمارة، اللي هو إيه اسمه خطاب الوضع، الخطاب التكليفي ده مباشر، لكن الخطاب الوضعي بطريقة غير مباشرة، بنصب أمارة من سبب أو شرط أو مانع على ما ذكر من الطلب والإذن، ويسمى هذا القسم خطاب الوضع. خطاب الوضع يعني خطاب غير مباشر، خطاب غير مباشر نعرفه بسببه أو بشرطه أو بمانع، وهي يضرب أمثلة على ذلك يعني. قال والأولى والله أعلم أن يقال في التقسيم ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به هو بالطلب أو بالإذن، وكل منهما إما بغير وضع أو بوضع إلى آخر ما ذكر، ويمكن حمل كلام الناظم عليه بتكلف. قال فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وذلك كالذكاء، السبب كالذكاء في الحيوان المأكول اللحم، فيلزم من وجودها حليته ومن عدمها عدم حليته. بيضرب مثال لخطاب الوضع بالسبب. القرآن طبعا لما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إذن فالذكاة سبب في حلية الحيوان، سبب، إن وجد السبب أكل الحيوان، الحيوان المأكول اللحم، وإن لم يوجد واحد خنكها ما تؤكلش لأنها فقدت إيه سبب الحل وهو الذبح، لم تذبح، واحد مثلا ضربها بحديدة فقطع رقبتها يبقى ماتت حراما. الأسد أو السبع أو الكلب، بقر مثلا إيه بطن الشاه أو الماعز، فبيجي إيه المصارين برة وماتت يبقى لا تؤكل. الفقدان سبب الحل وهو إيه الذكاء. يبقى هنا خطاب الوضع في سبب بيبين لنا الحل من الحرمة، مثلا الصعق الكهربائي مثلا الآن زكاة طبعا، لا، اللي بيصعق الحيوان أو الطير بالكهرباء الآن فده طبعا حرام قطعا، هذه ميتة ميتة
ومن أشد الأضرار للجسم، لأن الدم المسفوح ده اللي هو موجود في البهيمة ده هذا دم نجس. فأنت حينما تزكي البهيم تجد اللحم منيرا، اللحم الميت تجده مكتوم، شكل اللحم زي شكل البن، شفت البن زي كده. ولذلك انت تعرف اللحم الذي مات حراما والذي زكي باللون. لكن انظر الى اعداء الاسلام يريدون ان يطعموا المسلمين الحرام، فيدخلوا في دماغهم الصعق الكهربائي عشان يتركوا ايه. طب في الاول قلتم الذبح الالي، طب ماشي خلاص، قول بسم الله الله اكبر وتذبح 100 فرخه 1000 فرخه حلال. طب ايه الداعي للصعق الكهربائي؟ هي الذبح الالي بنذبح بال1000 فرخه في لحظه، والصعق الكهربائي بنصعق 1000 فرخه في لحظه، هي ما الفرق بينهما في السرعه؟ لا شيء، الا انهم يريدون ان يطعموا المسلمين الحرام حتى لا يكونوا مستجابي الدعوه. ما دام بياكل حرام يبقى الدعوه ايه؟ محجوبه. إذن فالزكاة سبب في حل الحيوان. ولذلك لو واحد ذبح الحيوان ولم يتحرك، لم يشخب الدم، يعني لم يدفعه القلب، لازم الدم ايه يضرب كده، لكن لو سال يبقى ميت، يبقى القلب ايه ميت، مفيش دفع، تلاقي الدم يسيل سيلان، ورجله ما تتحركش، رجل الحيوان تلاقيها الاربعه ثابتين كده، تذبح وترفع ايدك مفيش حركه، ولا دم يشخب ولا رجل تتحرك، يبقى دي ايه ميته. وتلاقي شويه دم كده ايه ما طلعوش، يعني مملوش كوبايه عصير. في حين البهيم الحي حينما يذبح، شوف انت بيعمل ازاي، تلاقي 10-15 كيلو دم ايه انتشرت في الارض، لان القلب دفعها، الدوره الدمويه شغاله، فدفعت الدم الفاسد ده المسفوح وطهر اللحم، طهر اللحم. وهكذا لازم تعرف الفقه ده، لانك انت بتذبح في البيت، تذبح الفرخه، تذبح الحمامه، ها؟ فلو جيت ذبحت حاجه زي كده ما اتحركتش تعرف ان دي ايه؟ ميت. ما تاكلهاش. خلاص ارميها للكلاب. قال وكالزوالي لوجوب الظهر، الزوال سبب في ايه؟ سبب في وجوب الظهر. ايه معنى زوال؟ يعني الشمس طبعا بتشرق من الايه؟ من المشرق، وتغرب في المغرب، تيجي هنا في الظهر تنتصف في السماء، يبقى في المنتصف، يعني بين المشرق والمغرب، ساعة تبدأ تزول ناحية الغرب يبقى زالت عن منتصف السماء إلى جهة الغرب، يبقى وجب إيه؟ الظهر. والظل يتحول، بدل ما كان الظل ناحية الغرب بقى الظل ناحية الشرق. ما كانش فيه ساعات فكانوا يصلون على هذا، تحول الظل من ناحية الغرب إلى ناحية الإيه؟ الشرق، لأن الشمس زالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب، فوجبت إيه؟ وجبت الصلاة.
إذا لم تزل الشمس عن وسط السماء لا تصح الصلاة، فزوال الشمس سبب في صحة صلاة الظهر. يعني واحد صلى مثلا الظهر الساعة 11:30، صلى ظنا منه أن الظهر أذن، بعد 10 دقائق أو بعد ما قال السلام عليكم السلام عليكم سمع أذان الظهر، يبقى وقعت الصلاة باطلة، لأن السبب سبب صحة الصلاة لم يوجد وهو الزوال، لم يوجد، يبقى بطلت الصلاة. ده العلماء قالوا لو قال الله أكبر ثم أذن المؤذن بعدها بطلت الصلاة، لأنه مفتاح الصلاة التكبير وقع قبل الزوال، قبل الوجوب. سبب، سبب في الصحة، سبب في صحة الصلاة. وكالزوال لوجوب صلاة الظهر. لكن لا أستطيع أن أقول صلاة الظهر وجبت أو واجبة قبل الظهر، لا، لسه لم يأتي أوانها. كالطهارة مثلا، الطهارة مثلا بالنسبة للصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالطهارة سبب في صحة الصلاة، إذا لم توجد الطهارة فالصلاة باطلة. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحول لوجوب الزكاة، هذا شرط، لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا حولان الحول شرط، شرط في وجوب الزكاة، إذا لم يوجد الشرط لم تجب الزكاة، هذا معنى الشرط. يعني يلزم من عدمه العدم، إذا لم يحل الحول لا تجب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحول لوجوب الزكاة، فإنه يلزم من عدم مرور الحول عدم وجوب الزكاة في العين، ولا يلزم من مروره وجوب الزكاة ولا عدم وجوبها، إذ قد تسقط مع مرور الحول. يعني الحول موجود والمال موجود، لكن ممكن تسقط الزكاة بالدين مع 50,000 وحال عليها الحول، نقول وجبت عليك الزكاة، يقول أنا علي دون 40,000 ومعايا كام، يبقى ده من الفقراء مش من الأغنياء. المال موجود وحال الحول، لكن هنا فيه مانع يمنع وجوب الايه الزكاة، وهو الدين، الدين، والدين يسقط الزكاة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال حول الربح حول أصله، حول الربح حول أصله، يعني إذا حال الحول على الأصل أخذ الربح حكمه، ولو بيوم، ولو بيوم، يوم واحد رمضان ملكت أنت 100,000 تجرت فيها، يوم واحد رمضان بقيت يوم 29 شعبان جالك 5,000 مكسب، بيجوا 125 تطلع على 125 وهكذا، لأن الأصل أهم شيء، الأصل حول الربح حول أصله، يعني يأخذ نفس الحكم. والمانع، احنا ذكرنا السبب والشرط والمانع، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود
المانع زي مثلا الحيض، الحيض يمنع ايه؟ الصلاة والصوم والاعتكاف ودخول المسجد والطواف، كل دي ما يعني ايه؟ هذا مانع. ها المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما دام وجد يبقى يمنع الايه؟ هذه الاشياء. ولا يلزم من وجوده عدم، يعني افرض ما فيش حيض لكن فيه صغر، يعني قد تكون لا تحيض مثلا لكنها صغيرة فلا تجب عليها الصلاة، يعني إن صلت لها ثواب وإن لم تصلي لا وزر عليه. هذا معنى المانع. هذا معنى المانع، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. يعني الصبية لا تحيض ومع ذلك لا تجب عليها الصلاة، فلم يوجد المانع ولكن برضه لا يلزم منه وجود الصلاة لأنه سقطت بإيه؟ بالصغر. بالصغر، هي أنثى لكن لا تحيض. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله لكم للألباب. إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا جميعا لتقضى لنا. اللهم فشفعوا فينا شفاعة مقبولة مرضية. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد بكرة وأصيلة، وردنا يا مولانا والسامعين والحاضرين إليك ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان على عقولنا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا بعد الوفاة سبيلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا ضعفاء فقوا في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.